أكيد عند أبو مناحي سؤال. نعم. السعادة مربوطة بالضمير. أتمنى ضمير السعادة إن شاء الله معه. جميل. أتمنى الضمير. طيب هذا كلامك جميل، لكن كثير من الناس ما عندهم ضمير يعتبرون أنفسهم سعداء. لا. أنت لأن الإيمان عندك عالي. صح. زين. ولكن السعادة مش مربوطة بنا كمسلمين. السعادة كبشرية. زين. كثير ناس يقعدون عندهم ضمينهم من عدم، وتلقاه يقول أنا قاعد حاسب بسعادة، هو حاسب سعادة وهمية يعني نقدر نقول. هذا يوصلنا للإيش؟ أحد الاحتياجات البشرية اللي هي اسمها المتعة. زين. وهمية يعني. لا خلنا نكون أكثر دقة ولا لكم لواء. السعادة وفيها احتياج، قلنا المتعة. اليوم سلام. عليكم السلام ورحمة الله. يطلع معكم كثير من الناس يتكلم عن أن السعادة، في فرق بين السعادة والمتعة. جميل. زين. وأن السعادة دائمة والمتعة مؤقتة. صحيح. هالكلام هو كلام نظري، ولكن فعليا المتعة أحد احتياجات السعادة. زين. أحد هذه المتعة الزوجة الصالحة. صح. جميل. المتعة أنك تأكل لك حلويات معينة، تشرب لك مشروبك الجميل، تسافر. بعض الأشخاص من متعته أنه يستخدم أشياء بالنسبة لنا كمسلمين محرمة. زين. وهو يعتبرها متعة ودخل لها السعادة كاحتياج بالنسبة له. يعني وهم. هنا نرجع نقول، ودي أسأل الشباب وأسأل الجميع، السعادة غاية أو وسيلة؟ تفضل. وسيلة. وسيلة. تفضل. أنا أقول غاية. غاية. عباس. غاية. غاية. جميل. غاية. 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 طيب. وش معنى الغاية؟ وش بالضبط؟ عطني الغاية واللي من قال لكم في وسيلة. وسيلة. أنت قلت الوسيلة. الغاية. وش وصلت للغاية اللي عندك؟ غاية إيش؟ أني أسعى لأن كنت تدور عليها. جميل. جميل. عشان أركز أنا على المعلومة. وقلت أنت وسيلة. وسيلة لإيش؟ رجع معنا. الوسيلة. 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 الوسيلة هي دون الغاية. الوسيلة هي توصلك للغاية. المتعة وسيلة. جميل. طيب خلنا لو تدخلون ذي الكتب الآن الأجنبية، زين، وقريت أنا حدود فوق 200 كتاب عن هذا الموضوع. سلام. معظم الكتب اللي تتكلم عن السعادة كنظرية هي يعتبرونها غاية. معظمهم كانوا لا دينيين يعني أو أديان معينة، لكن بالنسبة كانوا مسلمين هي وسيلة للوصول للغاية الكبرى. إيش الغاية الكبرى؟ الجنة. الجنة. وش اللي بيدخلنا الجنة؟ رضا الله سبحانه وتعالى. زين. طيب مجرد أن نفكر هذا التفكير، كيف يرضى الله عني بالوسيلة؟ بالوسيلة. يا سلام عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أحب الناس إلى الله لما سأل، قال أنفعهم للناس. الله أكبر. أنفعهم للناس، لا قال للأبيض ولا قال للأسود ولا قال للمسلم ولا قال للكافر، أنفعهم للناس. جميل. فلما تشوف دولتنا ولله الحمد وهي تعكس هالمفهوم الحقيقي، ما فرقت بين فلان وعلان، قامت قالت أنا أنفع الناس، أنفع الدول، أنفع كذا، بشيء مرة تحس أنت بفخر فيه. طيب أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها وإن قل. وبالناحية السرور قال سرور تدخله على مسلم. زين. جميل. أنا واجهت كثير وواجهت ناس كثير رافضين اسم السعادة، يعتبرون أن السعادة هذا شيء عاطفي، لأنهم أصلا تنفيذيين وناس يعني تكلموا بأرقام. لما تيجي تقول له ليش ما يكون عندك إدارة أو قسم للسعادة في بيئة العمل أو في المكان الفلاني، يفكنا وش الكلام هذا، أي سعادة أي. زين. طيب هذا وشلون تكلمه؟ السعادة هي واحدة من 7 كلمة سرور اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هي واحدة من 27 مرادفة في اللغة العربية لكلمة السعادة. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سرور، ويقول سعادة تدخلها على مسلم. فلما يجيك شخص يقول لك ترى
لا السعادة ما ذكرت في القرآن إلا في 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 في, في الـ يعني في الـ الآخرة زين، ما ذكرت في الدنيا الأمور هذه. لا تجي أنت تقول لا والله أن دين سعادة. جميل. الأصل فينا أن نكون سعيدين، نسعد بأنفسنا عشان نقدر نسعد غيرنا، ونشتغل في مجتمع ونعيش في مجتمع أكثر هو أكثر سعادة. يعني السعادة وسيلة. 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 وسيلة للوصول للغاية الكبرى. الحمد لله. نعم. ولهذا ولهذا ممكن تأكيدا لمثل هذه الأمور حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة. أول ما دخل المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، أوصى بأمور توصلك إلى الغاية اللي هي الجنة، وأعطانا الوسيلة. قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الله أكبر. هذه الأمور افشوا السلام وسيلة، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه هي.